Bonjour. Bonjour عبد الرحمن. Bonjour مستر. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله، والله تمام كله تمام؟ والاجازه عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. احنا ننتظر بقية زمايلنا وان شاء الله نبدأ على طول. خلاص تمام. اتفضل. ازيك يا مازن؟ بونجور. ازيك يا مستر؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. الأخبار؟ الحمد لله. الحمد لله. هنتظر دقيقتين بقية زمايلنا وهنبدأ على طول يا مازن. ماشي تمام. بونجور، منا سافا. مينا يا مستر، مينا، بونجور مينا، بونجور مستر. او الأخبار؟ مفيش واحد حتى مستر الانجليزي بيقول لي مينا. في يا جدعان، وانا كتب غلط لا ولا لا لا؟ انا صح، المشكلة عندنا احنا دي. مدرس الأخبار الانجليزي. انا الحمد لله بشكر برضه ربنا. قال لك منا. والله لي منا، لا معلش، دي هو عندنا. كله بيقول له منا اساسا. لا دي عندنا دي. معايا برضو ده، مش فاهم في ايه. لا خلاص، فرنساوي ده احنا هنشيل فرنساوي. لا لا لا، ما فيش الكلام ده خالص. فرنسا سهل جدا يعني وجميل. ده لو ما اتلخبطتش ما بين الفرنساوي والانجليزي. لا لا إن شاء الله ما فيش أي لخبطة، ما تقلقش. أنا دقيقة ونبدأ إن شاء الله. منه صح يا مستر، لازم يبقى عندك معلومة. بعد 40 دقيقة الحصة هتخلص، انت الابلكيشن هيطلعك في البرنامج. معلش، ده زومبا عادي. لا، ما انا بقول لحضرتك عشان امبارح ما كانش في حد عارف، ما كانوا انا عارف، فكان بيقفل على طول قبل ما هو ب 40 دقيقة الابلكيشن بيقفل. ف مش هنبدأ. عارف، انا هنا في البيت بيقولوا لي عشان مثلا دي حصص تجريبيه او حاجه بس هو علشان مش عارف. حصة تجريبية وبعد كده بتبقى ساعة. تمام عادي، علشان في البداية. يعني بعدين يا مستر لما تبقى اساسيه عادي مش لازم 40 لا لا دقيقه. لا، مش هيبقى لها ليميت. طيب كويس، يلا جاهزين؟ يس. جاهزين. استنى ريتاج، استنى ريتاج آخر. انا هنحتاج كتاب الفرنساوي. المرة دي لا، احنا هنكون الباوربوينت، بعد كده بنشتغل من كتاب. بروف ريتاج، بونجور ايه؟ بونجور، بعد كده نشتغل من كتاب بروف في طيب الأساس بتاعنا إن شاء الله. انا إن عندي شاء الله الاضواء، إيه؟ عندي الاضواء. برافو. الأضواء. هو احنا عموما الشغل بتاعنا هيبقى من برافو، التطبيق بتاعنا هيبقى من برافو، برافو كويس يعني مش وحش. طيب اشوف. داكور، جاهزين؟ فوزيت بخي؟ لا، كلمنا بس بالعربي. جاهزين؟ ايوه يلا بينا. Tout d'abord, il faut je me présente.
أول حاجة أنا هقدم لكم نفسي. Je m'appelle Akram Mazar. اسمي أكرم مظهر. J'ai 24 ans. عندي 24 سنة. Je suis égyptien bien sûr. وأنا مصري. Et mon rêve, je voudrais bien devenir un professeur célèbre. وحلمي إن أنا أبقى مدرس مشهور. مطلوب بقى إن كل واحد فيكم هيقدم نفسه زي ما أنا قدمت نفسي. هنبدأ بمينا. عرف لنا نفسك يا مينا. عربي؟ عربي. تمام ماشي. يس، الحمد لله. أنا مينا، مينا وهيب. إن شاء الله نطلع مهندس، نطلع بإذن مهندس. الله. عندك كام سنة؟ عندي 16 سنة. جميل. مصري؟ بس عندي 16 لأن أنا متأخر سنة في المدارس، مقيم بديت في مصر؟ متأخر. مقيم بدأت في مصر متأخر. ولا بره؟ في مصر، في مصر. فين في مصر؟ في الفيوم، في الفيوم. بالدالي هنا، في شارع الدالي. تشرفنا يا مين. بعد كده مازن. باشمهندس مين؟ ازيك يا باسل؟ عامل ازيك ايه؟ يا مازن؟ عامل ايه يا مازن؟ الحمد لله، ايه الاخبار؟ الحمد عندك لله. كام سنة يا مازن؟ عندي 16. 16. مصري؟ مصر، ممكن في مصر؟ اسكندرية. اسكندرية. شكلك كده يا مستر مش مصري او مش مقيم في مصر. لا لا. في مصر. وممكن في مصر في اسماعيلية. طب ما بتسأل ليه؟ ايه سن؟ نتعرف بتسأل على ليه؟ بعض عادي، وارد يكون بص، معانا. مفيش حد، هتلاقي صعوبة ان في حد مصري بيتكلم او مش مصري بيتكلم باللغة العامية بتاعت مصر. لا عادي، انا ليا اصحابي على فكرة كتير مش مصريين وعارفين اللهجة المصرية كويس جدا. لا بس هتلاقي في نبرة كده، نبرة تعرفك هم مش ان هم مش متقنين اللغة بتاعتنا قوي، فاهم؟ ف ممكن يعني، ممكن برضه منطق. طيب يا مازن، نرجع لمازن. حلمك تبقى ايه؟ عايز تبقى ايه يا مازن؟ لعيب كورة مشهور. محمد صلاح؟ لا، امال إلا ايه؟ محمد. انا عايز تبقى ايه؟ لعيب كرة مشهور، مش شرط محمد، عادي مش يعني، شرط ده. تبقى مازن. ماشي خلصانة يا مازن. نيجي لريتاج. عرفينا بنفسك يا ريتاج. أنا اسمي التاج، عندي 15 سنة. مقيمة في مصر؟ دلوقتي لأ، فين؟ السعودية. السعودية. يا هل عايزة تبقى ايه؟ حلمك تبقى ايه؟ ايه؟ أدخل تمريض عسكري. تمريض عسكري؟ يعني حاجة جديدة جدا، يعني أول مرة أسمع تمريض عسكري. جميل أوي. ايوه، تبقى ايه؟ لا، مشهورة التمريض العسكري يا مستر. ما مشهور بس من الطلاب معايا أول مرة أسمعها، يعني حد حابب تمريض عسكري. تبقى ماسكة الاتنين في التمريض ومعاها الرتبة بتاعتها، تيجي هتحبسنا كلنا. بعد كده عبد الرحمن. عرفنا بنفسك عبد الرحمن. أنا عبد الرحمن حامد، عندي 15 سنة ومقيم في السعودية. وانت مصري ولا سعودي؟ أيوة طبعا مصري. طب اهو فين بقى مينا؟ شايف اهو. عبد الرحمن مصري واللهجة بتاعته سعودي، يعني ما نعرفش نفرق. لا انا بس مش لهجتي مصري. سعودي. بص يا مستر، أنا وأنت بس اللي حظنا سيء. معلش بقى. يعني لسه في قاع البير انا وانت، ان شاء الله نترقى ونروح بلد تانية. عايزين نوصل عنق الزجاجة ونعدي بقى العنق. عموما انا تشرفت بكم جدا يا شباب، وان شاء الله نبقى مبسوطين كده في الشغل مع بعض. دلوقتي ان شاء عندنا الله. ان شاء الله، دلوقتي هنتكلم عن لي ريغل دو لا كلاس. عندنا شوية قواعد هنلتزم بيها طول الترم واحنا شغالين مع بعض. بريميرمون، اوفرير فوتر اباري فوتو. اول حاجة، سي اوبليغاتوار نيسيسير، ان احنا هنفتح الكاميرا بتاعتنا. فاستأذنكم كل واحد يفتح الكاميرا بتاعته دلوقتي.
أهلا يا عبد الرحمن، ومين؟ لسه مازن وريتاج. مازن، ريتاج، انا كلام رفيع قوي، انا مش شايف حاجه، الكلام؟ ما اقدرش اكبر الصوره، الكلام اللي هو في الشاشه اللي هو الست صور، آه، لم ارى شيء. أنت ممكن تعمل زوم من عندك. لا ريتاج مش عارف فعلا. معانا؟ اقدر اعمل زوم. مع حضرتك. ممكن تفتح الكاميرا؟ سي اوبليغاتوار. حلو قوي. بونجور ريتاج. تمام، ده كده بروميير ريغل. دوزيام ريغل، اسيي فو ان اندوروا بوندون لو كور. اثناء السيشن هنبقى قاعدين على المكتب بتاعنا، مش هنتحرك من عليه. تاني حاجة، نو با مونجي بوندون لو كور، ما ينفعش ناكل اثناء السيشن، بس عادي ممكن هنشرب، لانكم هتلاقوني اوقات كتير اثناء الشرح بشرب، فعادي ممكن نشرب. بعد كده فيرمي فوتر ميكرو، هنقفل الميكروفون بتاعنا علشان ما نعملش ازعاج. بعد كده غوليفي لا مان اون كا دو بوزوان، هنرفع ايدينا ريز هان لو في حد عنده مشكلة او لو حد عنده سؤال. واخر حاجة، ودي حاجة طبيعية، نو ديرونجي با يوتيليزي لا بواد دو ديسكوسيون، ما نعملش ازعاج. وطول ما احنا قافلين الميكروفون مش هنعمل ايه ازعاج، ولو حد احتاج حاجة برضو ممكن يستخدم الشات بوكس. في اي مشكلة بالنسبة للقواعد بتاعتنا شباب؟ لا أمس جميل جدا. اليزي. Aujourd'hui, on va parler de le futur proche. Quelqu'un ici peut dire quel est le futur proche? النهارده هنتكلم عن حاجة اسمها le futur proche. حد يقدر يقول لي ايه هو ال futur proche اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ده؟ عبد الرحمن، ممكن تقول لنا ممكن ده ايه؟ ما اعرفش. يعني فوتيور ممكن يبقى ايه كده في دماغك؟ قواعد. قواعد. جميل جدا، ماشي صح. مينا، ممكن يبقى ايه لو فوتيور بروش؟ هخمنها ازاي يعني؟ بص، ممكن تبقى حروف يا مستر، بس انا مش عايز اخمن لان دي هتبقى برضو غلط. لا لا، اخمن ما فيها ازاي؟ عموما ما فيش حاجة غلط، قول أي حاجة وهتلاقي تقريبا. مينا، الحروف حروف. ممكن يعني الكلمة عندنا مكونة من حروف. جميل. المستقبل مين؟ القريب. المستقبل القريب. ريتاش. جميل. طيب يا مازن، ممكن كده تخمن إيه يا مازن؟ تخمينك ليه؟ المستقبل. المستقبل. ممتاز جدا، جميل أوي كده. يبقى احنا النهارده زي ما زميلتنا ريتاج قالت وزميلنا مازن وكلكم قلتم، النهارده هنتكلم عن زمن من ازمنه المستقبل، وهو ايه؟ المستقبل القريب. سوبر ميزامي، جميل قوي. يبقى عندنا ايه بقى الاهداف بتاعه المستقبل القريب او اهداف السيشن بتاعنا النهارده؟ خميرمون، لا فورماسيون دو فيتور. ايه هو تكوين المستقبل القريب؟ يبقى اول هدف عندنا النهارده التكوين بتاع المستقبل القريب. تاني هدف ابخوندر لومبل. نعم، هو احنا أول مرة ناخد فرنش يعني، ف مش هنبدأ بالحروف والأرقام كده؟ انتوا ما كانش عندكم باك جراوند للحروف؟ مش اخدين من اعدادي؟ لا احنا ما كناش بناخد في الإعداد. تمام، مفيش مشكلة. ان شاء الله من البداية هنبدأ من الحروف وهنبدأ بالأرقام وكل حاجة طالما مثل حتى في مصر مفيش، حتى في مصر هنا مفيش برضو حروف في طبعا إعدادي. انا معتمد ان احنا في معانا الناس كلها بتبقى من اعدادي معاها باك جراوند في لا المدارس اللغات أنا بيبقى مستر معاك. ابتدائي. طب أنا دارس لغات يا مستر، ده أنا كنت في التجريبية. انا كنت في أنا مدرسة لغات وكنا بناخد فرنش من جريد 4.
اه لا خلي انا بالك زميلي كان، انا زميلي ما مش حاضر اي بتاع فرنش لانه السنه كلها واخدها اصلا، فبيتكلم بطلاقه زي حضرتك كده. فهو ف لا انا عارف كويس ان اللغات بياخدوها بس احنا ما خدناهاش خالص. خلاص سهلة ما فيش مشكلة. هو عموما المستقبل القريب سهل جدا يعني، أول ما هنبص عليه هنلاقيه سهل ما تقلقوش، وبعد كده هنبدأ بالحروف والأرقام والألوان، هنبدأ من البيزكس خالص يعني. بس وانا اكتر ريتاش أول واحدة اعترضت، وهيل كانت جاوبت قالت المستقبل القريب. ريتاش عشان كانت فيوتشر فهي بالانجليزي فانا عارفاها، بس وتخش التانية دي غشتها امها. ماشي ريتاج الصراحة حلوة قوي يعني. تمام مفيش أي مشكلة، هنكمل عادي وهتلاقوا الدنيا سهلة خالص. احنا هنحاول خلاص ايوه مش هتكلم فرنش خالص، هنمشيها كلها عربي علشان نحاول نبسط الأمور طالما الباك جراوند عندكم ما خطاش. يبقى أول هدف عندنا هنعرف إزاي بنكون المستقبل القريب ده أصلا بيتكون إزاي. تاني حاجة هنعرف الاستخدام بتاعه. تالت حاجة وأهم حاجة تصريف الفعل عليه. عندنا حاجة مهمة في الفرنساوي، تصريفات الأفعال. تصريفات الأفعال دي هنمر عليها كلها من أول أفعال المجموعة الأولى لحد أفعال المجموعة الثالثة، وهنتعرف على ده كله النهاردة إن شاء الله. يبقى كده مينا أول هدف عندنا النهاردة إيه؟ معلش معلش يا مستر، ما كنتش مع حضرتك. ماما رنت عليا دلوقتي، لسه رن عليا، عيد الكلمة وانا اقول لك. خلاص أول هدف إن إحنا هنعرف تكوين المستقبل القريب، يبقى أول هدف إيه؟ تكوين المستقبل القريب. طيب يا مازن تاني هدف عندنا إيه؟ ما مستر الرسول بيقطع، معلش. سمعني طيب كده ظبط؟ اصله كان بيقطع من شوية. طيب تاني هدف استخدام المستقبل القريب. تاني هدف إيه؟ تمام، استخدام المستقبل القريب. جميل. ريتاج وعبد الرحمن بقى هيشتركوا في آخر هدف اللي هو تصريف إيه؟ الفعل عليه. عليه. تصريف الفعل إيه؟ عليه. جميل جدا. دوز يا منور. هو احنا بنقرا من اليمين ولا من الشمال؟ علي. عليه. بنقرأ من الشمال عادي. والأو آر أون فرونسي بتتنطق إيه؟ وده كله هنعرفه مع الوقت يعني ما تقلقوش. أول حاجة طيب عندنا في لي مو كلي الفيرب آلي اللي هو يذهب، معناه في العادي يذهب، إنما في المستقبل القريب معناه سوف، يعني لما نيجي نتكلم عنه النهاردة هنستخدمه على إنه سوف. تاني كلمة عندنا دوما، يبقى أول كلمة عندنا من الكلمات الدالة الفعل آلي، دوزيامون دوما الكلمة التانية دوما، سوسوار دوما اللي هو بكرة، سوسوار هذه الليلة تالت كلمة، رابع كلمة بلوتار فيما بعد، بيانتو قريبا. يبقى عندنا يا عبد الرحمن أول كلمة من كلمات الدالة اللي هنتكلم عنها النهاردة إيه؟ عبد الرحمن حفظتها الصراحة. إيه؟ أول كلمة عندنا من كلمات الدالة الفعل آليه. الفعل إيه؟ عليه آليه. عليه جميل أوي. وتاني كلمة دوما غدا، سوسوار هذه الليلة، وبلوتار فيما بعد، وبيانتو اللي هي ايه قريبا. دول كده بالنسبة للكلمات الدالة بتاعت النهار. يلا بينا بقى ندخل على التكوين بتاعه. التكوين بتاعه سهل جدا، وعموما المستقبل القريب من اسهل ازمنة الفرنساوي عموما. بيتكون من ايه بقى؟ تصريف الفعل آليه ده اللي احنا قلنا معناه يذهب، بس لما اجي استخدمه في المستقبل القريب هيبقى سوف، زائد المصدر. يبقى هنصرف الفعل آليه وبعد كده هحط الفعل في المصدر اللي انا عايز اتكلم عنه. يبقى يا مازن تكوين المستقبل القريب ازاي بنكونه ازاي يا مازن؟ بعدها كده الفعل في المصدر. برافو ممتاز جدا يا مازن، سوبر. عندنا هناخد كده مثال توضيحي بسيط كده سريعا. تو اللي هو ضمير بمعنى أنت، فا أهو ده تصريف الفعل عليه وهنعرف تصرفاته دلوقتي،
مع الضمير تو، وسورتير اللي هو يخرج، ده الفعل في المصدر. يعني الفعل الأساسي بتاع الجملة عندنا سورتير، ده اللي احنا عايزين نحطه في المستقبل القريب. فصرفنا الفعل ألي زي ما احنا شايفين كده فا مع تو، فبقت تو فا سورتير، أنت سوف تخرج. أنت سوف إيه؟ تخرج. اسمها ايه؟ توتوي تو فا، تو فا. تيوفا. آه وي سوبر، برافو. تو فا سورتير، أنت سوف تخرج. يبقى كده احنا بكل سهولة عملنا الجملة الأولى، حطيناها في المستقبل القريب. تيجوا نشوف الإكزامبل الثاني، برضو نفس الكلام. هنا نو اللي هو الضمير بمعنى نحن، وعندنا الفعل الأساسي بتاعنا اللي هو فيرمي يغلق، اللي احنا عايزين نحطه في المستقبل القريب. عملنا ايه؟ جبنا الضمير نحن، بنتكلم نحن، قلنا نو، وهنصرف الفعل عليه زي ما احنا شايفين كده مع النو، فبقى allons. Nous allons fermer. Nous allons fermer. نحن سوف نغلق. Nous allons fermer. يبقى كده يا شباب، لما باجي أكون المستقبل القريب بحط تصريف الفعل عليه زائد المصدر. في أي مشكلة؟ في إيه؟ مشاكل كتير. إيه؟ تمام يا باشا. الترجمة والقراءة. لا سيبك من القراية دلوقتي خالص، سيبك من القراية. بالنسبة للقراية والترجمة بقول كل كلمة يعني في هو انا اصل الدروس. ماشي المشكله انا مش فاهم حاجه في الجمله، يعني كان انا اجرب حتى ان انا مثلا اجي احفظ الكلمه اللي انا المفروض، يعني انا مش عارف اللي قالي، بس الحمد جميل لله قوي. الباقي ده ضايع خالص. هنعيد خلاص من تاني. عشان كده قلت في الاول ان احنا شايلين. لا لا ما تقلقش ما تقلقش. نرجع تاني للفعل علي. نبدأ من الأول خالص، من التكوين من الأول خالص. عندنا لما بنيجي نكون المستقبل القريب يا ريتاج، بيتكون عندنا من شقين، تصريف الفعل علي، واحنا هنشوف تصريفاته دلوقتي، زائد الفعل في المصدر. يبقى يا ريتاج لما باجي اصرف لما باجي اكون المستقبل القريب بكونه ازاي يا ريتاج؟ الألي عليه زائد المصدر. كده في اي مشكلة بالنسبة للتكوين؟ لا مثلا قصدي اللي هو نبدأ من الصفر يعني الاول. اه احنا هنبدأ من الصفر طبيعي، بس المرة دي السيشن اتعمل بما انه عندكم فكرة قبل كده، فبدأنا بالمستقبل القريب ده. يعني حاجة سهلة جدا، فان شاء يا الله. اسطى عنديش ربع فكرة، ما عنديش ون فكرة أبدا. حتى نوب يا انا اسطى، ايه يا عبد الرحمن؟ ما عنديش ولا فكرة. ولا حد عنده فكرة والله يعني، بس هنحاول مع نفسنا كده شوية. لا اصل هما مفكرين ان احنا طالعين من تالتة اعدادي، اللي حط المنهج بتاع الفرنساوي مفكرنا اه طالعين من تالتة اعدادي بنتكلم فرنساوي او جايين من فرنسا. لا مستر ماما ايه، اتفضل يا منسي. انا اصلا من لغات واخد فرنساوي من اعدادي. طب ايه، تمام الدنيا طيب ظابطه معاك؟ جميل مازن، ربنا يبارك لك يا مازن. محظوظ يبقى يا مازن. عندنا التكوين يا شباب، ان الفعل عليه زائد المصدر، ده بالنسبه للتكوين. تعال نشوف السلايد اللي بعد كده. الاستخدام طبيعي جدا، الاستخدام هاجي بعبر بيه عن المستقبل، طبيعي جدا. مستقبل هعبر بيه عن المستقبل، يبقى يمينة. لا بستخدم المستقبل القريب في ايه؟ بنستخدمه في ايلون ماسك. بنستخدمه في التعبير عن المستقبل، حاجة بديهية اصلا يعني. فهمت، فكرت ماشي. يس جميل، بنستخدمه في التعبير عن المستقبل. يعني المستوى ريتاج، بنستخدم المستقبل القريب في ايه؟ تعبير عن المستقبل. جميل. عبد الرحمن، بنستخدمه في ايه؟ تعبير عن المستقبل. جميل. او في اي مشكلة بالنسبة للاستخدام؟ لا جميل. او تمام يا استاذ. جميل، هنا اهو ده اللي احنا بقى عمالين بنقول فيه. علمين الشرح بيتكلم عن المستقبل، وعمليا انا معرفش اي حاجة عن المستقبل لانه بإيد ربنا. فده اللي احنا اصلا احنا ما
ما كناش عارفين أي حاجة قبل كده يعني. نيجي نشوف بعد كده عندنا إيه؟ عندنا هنتفرج على فيديو بالـ AI. ونزو. هو بما إننا أصلاً البيزك عندنا ضعيفة فالفيديو ممكن ما يبقاش L'information. انترست. Verbe aller au présent. Plus infinitif. L'emploi. On l'utilise pour exprimer ce que nous allons faire dans le futur. Le verbe aller. هو الصوت ضايع مثلا، مفيش صوت، لا محتاج هاند علّي الصوت فري. من عندك. رج معلش، الهاند فري Vous allez. Il est là. آخر حاجة. Information. Verbe aller. جاهز؟ جاهزين؟ طيب نبدأ تاني؟ ماشي. عشرة؟ يلا بينا. لا هو انا مش معاكم، فضلتوا بعدكم. La formation. Verbe aller au présent. Plus infinitif. On l'utilise pour exprimer ce que nous allons faire dans le futur. Le verbe aller. Je vais. Tu vas. Il elle va. Nous allons. Vous allez. Il elle va. La formation. Verbe aller au présent. هو Plus infinitif. L'emploi. On l'utilise what is pour. this؟ دوت بيتكلمنا بيقول لنا ان تكوين المستقبل القريب بيتكون ازاي، زي ما قلنا تصريف الفعل عليه زائد المصدر exprimer ce que nous allons faire dans le futur. مستر، هو مستر والتعبير انت عن توقعت مني ان انا افهم حاجه، او توقعت مني ان انا افهم؟ لو توقعت في فانا الفيديو. خايف اعمل ده. في الفيديو لا لا يا مين، هو كده كده اصلا نفس الشرح اللي احنا اتكلمنا عنه، ما فيهوش حاجه ما فيهوش بس حاجه جديده يعني، بس هو يعني بيحط التاتش بتاعه، بيكلمنا بالفرنش بتاعه الجامد يعني. تمام، تمام. نيجي نرجع تاني للشرح بتاعنا. اتفرجنا على الفيديو اللي احنا ما فهمناش منه اي حاجة، نيجي نكمل بقى في تصريف الفعل عليه، وده اهم حاجة عندنا النهاردة. ازاي هنصرف الفعل عليه مع الضمائر كلها؟ أول حاجة مع الضمير جو هيبقى إيه؟ جو في. قولوا معايا جو في. جوفي أنا جوفي سوف. جو في. تو فا. جو توفا جو توفا. في تو فا. طب ودول معناهم ايه؟ جو في سوف. أنا سوف. تو فا أنت سوف. إل وإلفا هما إلفا ولا إل و... لا هي الكلمة، لحظة عايز أسأل، هي دي إل وإلفا ولا إل وإلفا على طول كلمة واحدة؟ إل إل. لا دي ضمير هو وده ضمير بمعنى هي، فإل هو إل هي، آه ماشي. يبقى جوفي توفا إلفا إلفا. يلا كلنا Je vais, جوفي tu vas, جوفي il va, إل il va, وإلفا. il va. جميل أوي. Je vais, tu vas, il, elle va. نيجي بقى مع النون. Nous allons. قولوا. نوز Nous علوم. allons. خدوا بالكم هنا إن الإس لما بتيجي بين حرفين متحركين يا شباب بننطقها زد، فهتبقى ايه؟ نوزالون. نوز علوم. لحظة مستر، طب ما دي كلمة ودي كلمة، اللي هي نو غي... نوز لو دي المفروض ان دي كلمة ودي كلمة كده. كلمتين. لا عندنا في حاجة في الفرنساوي اسمها ليزون الوصل، وعندنا برضو في اللغة العربية عاد الوصل، فبنقول ايه؟ نوزالون. لما بنيجي نوصلهم مع بعض كلمة واحدة بنحط اس. يعني مش شرط تبقى من الكلمة واحدة، عادي لما بين ما بين الكلمة وكلمة. عادي ما بين كلمتين طالما الاس جاي بين حرفين متحركين بتتنطق زد. نوز الون. طيب يبقى جو في تو فا إل فا إل فا نوز الون. نيجي بقى الفو. فو زالي. وزالي فو زالي. وزالي وزالي فو وزالي زالي. نيجي بقى ايه للإل بتاعت الجمع. هو في الجمع هتبقى إيه؟ هم. إيل هتبقى إيل أفيك إس. لما بنيجي ننطقها لوحدها كده بننطقها إيل أفيك إس. إيل ومعاها إس، حطينا لها إس، فبتبقى إيل
avec S. Ils vont, elles vont. قولوا كده يا شباب. الفون الفون. Elles vont. جميل قوي. مينا ممكن تقرا لنا تصريف الفعل مع je؟ هتبقى ازاي؟ جوفي. اللي هي الالي و عليه مع الجو. الجوفي. جوفي جميل قوي. مازن اقرا لنا تصريف الفعل مع التو. توفا. تو فا. برافو عليك. بعد كده عندنا ريتاج، اقرا لنا تصريف الفعل مع الايل والال. إلى فيك اس دو وإلفا. إيه؟ انت قريت لنا الجمع اللي هي إيلافيك اس فون وإيلافيك اس فون. احنا عايزين الإيل والإل بتاعت هو وهي المفرد. إلفا وإلفا. سوبر جميل. عبد الرحمن بقى دورك مع النون. نوزالون. برافو سوبر. نوزالون. انا بقى دوري هيبقى فوزالي. يبقى بقى هنقول سريعا تصريف الفعل عليه مع جميع الأفعال. علي جو في، تو فا، إيل فا، إل فا، نوز ألون، فوز علي، إيل أفيك إس فون، إل أفيك إس فون. في أي مشكلة بالنسبة لتصريف الفعل عليه مع الضمائر؟ تمام يا مستر. جميل أوي. عايزين بقى هنحل مع الحاجات حل ايه؟ دي، هنحل الحاجات دي مع بعض كده كل واحد بالدور. نبدأ نحل ايه لا مؤاخذة؟ هنحل الحاجات دي. تقلقش ضغطت بس زيس؟ دي حاجات واحدة واحدة. أنا هقول لكم هنا مثلا الضمير وإيه وإيه هنستخدم. يلا عبد الرحمن ممكن تحل لنا أول واحدة عبد الرحمن؟ عبد الرحمن يا ريت بقى تترجم لنا كمان. ما بعرفش. واحدة واحدة، مش لازم نقرا، مش هنقرا خالص، عايزين نحط طيب الضمير على اللي احنا اتعلمناه. شادي اطوار، ماشي. انت وشادي، فهتبقى الضمير ايه؟ نو. مع الضمير نو كان تصريف الفعل عليه بيبقى ايه؟ نوز اللون برافو عليك. اللي هو بي. بي. جميل قوي. نوزالون. جميل قوي كده عبد الرحمن. برافو. نيجي لريتاج. هنا الضمير اللي احنا عايزين نصرف معاه احمد. احمد هيبقى ايه؟ ال. فهنا كان تصريف الفعل عليه مع إيل إيه يا ريتاج؟ الفاح أنهي واحد، بي ولا سي؟ سي برافو سوبر ريتاج. برافو. يلا يا مازن، هنا الضمير نو، عايزين نصرف الفعل عليه مع النو. عبد الرحمن كان قالها لنا، فكانت إيه يا مازن؟ نوزالو Nous allons. نوزالو. Super. Bravo, mes amis. Super, tout le monde. Ma soeur. يلا يا مينا بقى، تعالى لي يا مينا. هنا ما لا soeur لا اللي هي أختي كان هتبقى الضمير ال اللي هي زي نفس التصريف بتاع ال اللي كان قال لنا، اللي كانت قالت لنا عليه ريتاج. فهنا هيبقى إيه يا مينا؟ اتوقع هتبقى اسمها ايه؟ مش عارف اقراها. فا. فا انا فا فا. الأولى ولا الأخيرة؟ لا الاخيره. برافو سوبر. أنا بقى عليا الدور، هحل أنا آخر واحدة النهاردة. هنا الضمير تو، فكان التصريف هيبقى تو فا اللي فيها اس. في أي مشكلة شباب؟ لا جميل تمام. أوي جميل أوي. هو يلا نروح نشوف اللعبة سريعا قبل السيشن ما ينتهي. أو معقولة الحين 40 دقيقة؟ شوف الوقت الحلو بيعدي بسرعة. لحظة الراجل ده تاني؟ لا ما ده حبيتهوش. بقى، لا كده انتوا الشراء عندكم على الراجل صح؟ عايزين بقى مستفز اللعب. الراجل ده. الراجل ده فعلا مستفز. فاضل لنا 3 دقايق. هنختم النهارده ايه باللعبه دي. عايزين هنحط التصريف. لا احنا مش عايزين ده، عايزين ماتش احسن.
هيجيب لنا مع كل ضمير عايزين نحط التصريف بتاعه مع الفو. الفو هنعمل ايه يا عبد الرحمن؟ هنحطها مع في ولا فا ولا الي ولا فون؟ سريعا يا عبد الرحمن، الايه؟ طب انت بتحرك فو الصورة يا مستر، فو هنحطها هنا ولا هنا ولا هنا؟ حركاش، سيبها قدام كده. ايوه كده، عارف اقول ماشي، بس فو فو علي. فو علي، برافو. ماشي، بعد كده تو يا ريتاج، تو هنحطها مع ايه؟ انا اخر واحد حللها تو، تو في برا تو فا. ماشي يلا يا ماسك، الجو هنحطها مع ايه يا ماسك؟ مازن، مع في الجو مع في، برافو عليك. مينا بقى، الايل عايزين نحطها مع ايه؟ الايل، إلفو أو إلفايس. ايلفا، برافو عليك، برافو عليك. انا بقى دوري، هنحط الايلا في الاس مع بون، والنو مع نوزا لون، ونحط الاجابات كلها صح اكيد يعني، علشان احنا ممتازين جدا كده يا شباب. في اي مشكلة بالنسبة للمستقبل القريب؟ لا مستر، جميل قوي، اللي انتوا كلكم كنتوا خايفين منه. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن المستقبل القريب وتصريف الفعل عليه. استنوا قبل اوفر، اتكلمنا عن ان تكوينه بيتكون من الفعل عليه زائد المصدر، وعرفنا استخدامه ان هو بيعبر عن المستقبل، وعرفنا الكلمات الدالة دوما وسوسواغ وبلوتاغ، وكمان عرفنا ازاي بنصرف الفعل عليه مع جميع الضمائر. كده النهارده احنا خلصنا. وبجد انا كنت مبسوط جدا ان انا اشتغلت معاكم، وما شاء الله يعني، والله بما ان انت اول مرة في الفرنش باستثناء مثلا عبد الرحمن، فممتاز جدا والله يا شباب، في مستبشر خير جدا يعني. انتوا ايه الاخبار عندكم؟ تمام؟ ماله الحمد عبد لله. الرحمن يا مستر؟ عبد الرحمن 100 100. اما انا بقول باستثناء عبد الرحمن اللي هو كان لغات، ولا كان مازن لغات؟ لا مازن، مازن، مازن. طب ما كويس قوي عبد الرحمن اللي انت كنت تمام يعني، وانت ما كنتش لغات. الحمد لله. عاش يا شباب والله كلكم يعني. ومبسوط بجد جد. في اي حد عنده اي سؤال؟ شكرا يا مستر، شكرا. او revoir، شكرا مستر، او revoir. الله.